بالله بس هتوه. ما انت بتعرفي لانه ما هي مسؤوليه وخاف انها تتوسخ او شيء، فهي بتاخذيها مباشره عشان برواز. جيد. كنت سابقا ارسم بمرسمي في البيت، ما حدا بيقدر يشوف اعمالي. هلا عمليا لما انا بطلع وبطرح نفسي على الشارع اللي هو مشاة، اللي هو معرض متجول، وفي كمان شعور مني بقدسية الأرواح اللي ماشية. عشان جمعة عيد ميلاد. جمعة عيد ميلاد أنا في الخميس أخذ لي إياها. خليني أشوف. يعني رجاء. التسليم الخميس ضروري. ضروري. شرف ضروري لأن الصورة أنا رح أطبعها للتيك. ماشي ماشي من عيوني. ولا يهمك، تؤمري تؤمري. وسلمي سلمي كثير على زاهر عن جد وأبوه. تسلمي. أنا كثير بحب رسم هاي الشخصيات لأني بشعر إنه في حكاية وفي قصة من وراء مدلول الشخص كنفسه. بس نظبط الرسمين؟ أيوة. تبعت سيدي وستين؟ لا لا. ولا تم ولا كتاف ست؟ تزبطش. شو الكتاف بنقص مع البرواز. فهمت علي؟ الكتاف بنقص مع البرواز. لأنه هو هيك الوضع. بعدين بالإضافة للتم ما بتسكر لأني صرت حاطط أسنان، ما هي فتحة تمه بصير من هون طويل، تسمح لي. كان لازم هاي الملاحظات أحكي لي إياها قبل ما أرسمها. لأنه مستحيل. يعني ممكن في اماكن كثيره في شوارع رام الله في البلد هون ولا هون، ولكن هيك شعرت انه هذا المكان فطريا وجد لإلي. صارت في علاقه بيني وبين المكان ايضا، يعني محبه الشخص هو ابو ابراهيم صانع القهوه اللي كل يوم انا بشربها مع السيجاره. رام الله بلد حلوه، ناسها طيبين منفتحين مثقفين. فعشان هيك لما انا طرحت موضوع الفن بشارع رام الله الكل استقبله بطريقه سلسه جدا. صباح الخير. بيحكي عليك يابا الاستاذ.